السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مظاهرات واشتباكات داخل الكيان وما بين الجيش بقى، ولا ما بين الشرطة وما بين الأهالي، ها المواطنين، ها المستوطنين، كمان الصاروخ الجديد اللي ظهر النهاردة في الساحة، ولا راح مطار بن جريون، أيضا نتنياهو اللي قال لك أنا ممكن أنهي الحرب علشان أدي لترامب دفعة دبلوماسية وإنجاز دبلوماسي بايدن ما عرفش يعمله لا هو ولا كاميلا هاريس. لكن عايز أبدأ لك من فيديو مهم جدا لشاب صيني. تخيل الصدمة والخيانة والعار اللي عمله السيسي وقيادات الجيش المصري، خلوا شاب صيني يتكلم بالعربي، الراجل يتكلم بالعربي وقال لهم اتقوا الله وخافوا من ربنا سبحانه وتعالى على اللي بتعملوه في اخواتكم في القطاع من حصار وغيره وغيره، وبروحوا قابلوا ربنا وقولوا له احنا ما نقدرش نقفل قناة السويس، اصل بيني وبينك القناة دي في اتفاقيات دولية، بقولوا لربنا كده. قناة السويس ممر بحري وعالمي ولها قوانين واتفاقيات خاصة بها، ولا يحق للدولة أنها تمنع مرور أي سفينة تابعة لأي دولة إلا في حالة حرب مباشرة مع هذه الدولة. يا سلام! متخيل أنت كم الخيانة؟ خلوا الراجل الصيني يتكلم بالعربي. يا سلام! أف 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 أف. معقولة يا جماعة؟ العرب صاروا ملتزمين بالقوانين الدولية والنظام والاتفاقيات. آية من آيات الساعة، عجيب. بس احفظوا هذه الكلمات حتى يوم القيامة، وتحدثوا عنها مع ربكم حينما يحاسبكم، لعلها تنفعكم وتبارئكم. كيف حالكم؟ ده بس يوريك حاجة مهمة جدا يا جماعة، ان معدل اهتمام العالم بموضوع غزه كبير جدا لغايه الصين. انت متخيل لغايه الصين؟ الشعب الصيني، في فيديو كان لسه شايفه النهارده والله لشاب في اليابان بيعمل رسوم كاريكاتيريه دعما لاخواتنا في القطاع، فلك ان تتخيل الشعب الصيني عارف اللي عمله فينا ابن ملكه تاني. الشعب الصيني بيتكلم عن وصمه العار اللي عملها فينا اللي عملتها فينا قيادات الجيش المصري. الشعب الصيني بيتكلم عن السفينه اللي عدت من قناه السويس ورجعت تاني، راحت عند ميناء ام الرشراش او رجعت تاني عند موانئ رفح، السفينه ساعر اللي اتصورت من الهدهد اللبناني. الشعب الصيني بيتكلم عن الخيانه اللي عملها فينا ابن ملكه تاني. كمان كان في بنت غزاويه كده طفله صغننه خرجت اتكلمت عن موضوع السفينه ده، قالت انتوا حصرتونا لكن ما تعدوش السفينة علشان تيجي تعمل فينا كده. ما بدنا منكم شيء، بس زي ما سكرتوا علينا المعبر سكروا بحركم بوجه المعتدين لحتى ما يموت منا أكتر. أقولكم ما بدنا منكم تكونوا إخوة ولا بدنا منكم نخوة، بكفي الله معنا وكم جار وأخو وقف معنا، ونعم الجار لبنان وخير سند عراق وأصدق رفيق يمن، فلا الأردن شقيقتنا ولا مصر جارتنا. العصفورة الجميلة اللي حضراتكم شفتوها ديت هي قصدها حاجة بسيطة، بتقول لقيادات الجيش المصري والسيسي انتوا خونة ولاد كلب، يعني اوكي اتس فاني، تمام خلاص عرفنا حصرتونا، عرفنا قفل معبر رفح ده علشان خاطر هنعمل ايه؟ مش احنا، انما نفتح قناه السويس. انت متخيل المفارقه؟ عشان تعرف ليه السيسي بقول لحضراتكم عصاره العصاره لشغل الموساد الاسرائيلي، عصاره العصاره في الصناعه الاسرائيليه. قفل معبر رفح، اصل مش هنعمل ايه؟ طب ما اسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الدوليه اهو. هو بعد اللي اسرائيل عملته في 43 الف في اتفاقيات دوليه بتتكلموا عنها؟ هتقول لربك اتفاقيات دوليه زي ما الشاب الصيني بيقول لك؟ فقفل معبر رفح ليه؟ اصل هنعمل ايه؟ اسرائيل اللي قفلته. طب بالنسبه لقناه السويس، افتح رجلك يا جيش، الجيش المصري عمل كده، السفينه الاسرائيليه عدت من النص. فده كان بالنسبه لموضوع السفينه والشاب الصيني اللي خلوه يتكلم بالعربي عشان يقول للسيسي ويقول لنظامه ويقول للجانه ويقول لاعلامه لاحمد موسى انتوا خونه والعار لازق فيكم كوام كوام. ده كان على جنب كده. لكن في خبر مهم جدا اتكلم عنه مسؤولين مقربين من نتنياهو. نتنياهو اللي عزل وزير الدفاع علشان يحافظ على الكرسي، نتنياهو اللي عزل وزير الدفاع علشان يقفل موضوع ملف الايه؟ الناس اللي اتاخدت يوم 7 اكتوبر. الخبر اللي ظهر امام حضراتكم ده، الامريكان اللي انتخبوا ترامب واللي ضغطوا على ترامب عشان ينجح
بيطالبوا ترامب بان يتعمل صفقه تبادل ويخرجوا اولادهم. في الفيديو اللي فات قلت لحضراتكم في 4 امريكان موجودين لدى القطاع، موجودين في القطاع مش عارفين يجيبوهم، وبعتوا الكوماندوز الامريكي وبعتوا مش عارف ايه وقوات دلتا عشان يعرفوا مكانهم، ما عرفوش يوصلوا لهم. فاهالي الاربعه دول بيقولوا لترامب اوفي بوعدك معانا وخرج لنا الاربعه. بعد الخبر ده خرج الخبر اللي امام حضراتكم ده، وحد مقرب من نتنياهو، مسؤول مقرب من نتنياهو، بيقول ان ممكن نتنياهو يعمل لقطه يخلي ترامب ياخد نجاح دبلوماسي على قفا كاميلا هاريس وبايدن، وهو ايقاف الحرب في غزه. من الخبر العجيب والمريب برضه واللي يوريك المنبطحين العرب، انا مش قادر افهم غير ان هم بيحبوا نتنياهو يركبهم، ده المبرر الوحيد لطبعهم مع نتنياهو. خبر الامام حضراتكم ده، انت متخيل الخبر بيقول ايه؟ نتنياهو مش عايز يعطي بايدن اي نجاح خالص، ولا اي ارث سياسي ولا نجاح دبلوماسي انك استطعت انك توقف الحرب اللي في غزه، انا هديها لمين؟ ها؟ لترامب. تخيل ان نتنياهو، شوف انت بايدن دعمه ازاي؟ شايف بايدن اكتر من 350 طائره عسكريه محمله باعتى العتاد العسكري. سخر القواعد العسكريه الامريكيه في الشرق الاوسط كلها لخدمه نتنياهو. بايدن ادى نتنياهو عشرات المليارات من الدولارات. بايدن خلى نتنياهو يتم استقباله في الكونجرس الامريكي استقبال الفاتحين. بايدن ارسل وزير الخارجيه الامريكي الى اسرائيل اكثر من 11 مره. دعم دبلوماسي في مجلس الامن، دعم في الامم المتحده، تهديد لمحكمه العدل الدوليه وللنائب اللي هو النائب الدولي ولا مش عارف اسمه ايه بتاع الجنايات الدوليه. عمل كل شيء، عمل غطى على جرائم نتنياهو في كل شيء. ده بايدن اللي عمل كده نتنياهو، ومع ذلك نتنياهو بيقول له انا برضو انا شايف انك ما ساعدتنيش كويس، انا مش هديك اي صوره نجاح تطلع بها من البيت الابيض، انا هخليك تخرج من البيت الابيض بعارك، لدرجه انك حتى مش هسمح لك انك تخرج ال4 امريكان اللي موجودين داخل القطاع. انا هديهم لمين؟ هديهم لترامب، هخلي ترامب يكسب صوره نجاح دبلوماسي. ده مسؤول مقرب من نتنياهو. فلك ان تتخيل نتنياهو بيعمل كده مع بايدن اللي هو اكتر واحد في الكره الارضيه دعم بايدن، دعم نتنياهو. يعني بايدن ده اكتر واحد في الكره الارضيه دعم نتنياهو، يعني السيسي بعد منه على طول، حقيقه السيسي بعد منه على طول، وابن سلمان وابن زايد وملك الاردن. ومع ذلك شفت نتنياهو بيعامل بايدن ازاي؟ بالله عليكم هيعامل حكام العرب ازاي؟ لما بايدن رئيس امريكا نتنياهو بيعامله كده، هيعامل حكام العرب ازاي؟ هيعامل الجوارب بتوعه الارامل بتوعه هيعاملهم ازاي؟ ومع ذلك رغم افاعيل نتنياهو دي، نتنياهو بيلعب في حته مصلحته السياسيه فقط لا غير. لا امبارح قلنا لحضراتكم في فيديو نتنياهو لا فارق معاه تماما الناس اللي اتقتلت يوم 7 اكتوبر، ولا فارق معاه تماما برضه عدد الجنود اللي بيتساقط يوميا. وبمناسبه عدد الجنود اللي بيتساقط يوميا، النهارده عنده ازيد من 12 من ناحيه لبنان، وعنده النهارده قلنا لحضراتكم في الفيديو اللي فات 6 كانوا موجودين في دبابه، ثم اعلن عن دبابه جديده، واعلن عن تحشدات عسكريه جديده في معسكر جباليه. لكن ماشي سيبك من كل ده. دلوقتي حصل من لبنان اطلاق رشقه صاروخيه للتغطيه او للتشويش او للتضليل، لتضليل القبه الحديديه والكلام ده كله، والدفاعات الجويه الاسرائيليه. ثم من بعد منها اطلق صاروخ فاتح 110. يقال ان الصاروخ ده هو اللي وصل لمطار بن غوريون وما قدروش يتعقبوه تماما ولا يسقطوه تماما. كل المحللين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الجنرال يتسحاق بريك بيقول ان الصاروخ ده دخل معادله زيه زي الطيران المسير، ومش هنعرف نرصده لا من قريب ولا من بعيد. الجزئيه اللي اختم مع حضراتكم بيها هو المتظاهرين. المواطنين، مواطني شعب الله المختار. اشتباكات كتيرة جدا جدا ما بينهم وبين بعض، جزء عشان خاطر يقف جالنت اللي اتشال زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو، وجزء اخر علشان خاطر ان يقف جالنت لما اتشال يبقى معناه ملف الناس اللي اتاخدوا يوم 7 اكتوبر خلاص كده انتهى، واملهم كله الان متوقف على ترامب. ترامب لو دخل في العريض وتماهى مع نتنياهو وما وقفش اللي بيحصل في القطاع، يبقى اولادهم مش هيرجعوا بحسب ما بتقول صحيفة هارتس. سلام عليكم.